وفعلا عمر وابو بكر هجموا على دار السيدة الزهراء. شوف حتى ملح بهالامور ونسوي فتنة وطائفية. اي فعلا هجموا على دار السيدة الزهراء واحرقوه هم واعوانهم. وما راح اقول لك العن وسب واشتم، ابقى مثل ما انت اترضى حبهم براحتك، بس اريد اقول لك شغله، اني وانت المفروض نحب رسول الله ونبغض كل من يؤذي الرسول. فمن نجي نبحث بكتب البخاري ومسلم والطبري والبلاذري والطبراني وهواي غيرها، نلقى انه السيده الزهراء غضبت على هؤلاء بسبب افعالهم. وبنفس هالكتب وعلى راسهم البخاري راح نلقى حديث رسول الله اللي يقول فاطمه بضعه مني فمن اغضبها فقد اغضبني، ويا فاطمه ان الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. ومن جانب آخر نلقى القرآن يقول والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وهدفنا من قراءة التاريخ حتى نعرف أنصار رسول الله وأعدائه، وحتى نتبع حاليا اللي يتبع أنصار رسول الله ونبتعد عن اللي يتبع أعدائه، وحتى نكون من الفرقة الناجية اللي أشار إلها رسول الله بحديث صحيح عند كل المسلمين. فحاول تبحث عن الحقيقة بدون تعصب وحياد حتى توصل للنتيجة اللي ترضي رسول الله. ومن راح تبحث راح تقول حاشا نجامل دافع الباب.